طيب عندنا أخذنا يا شباب بشكل عام، بدنا نتكلم إيش اللي أخذناه. ممتاز. إيش اللي أخذناه المرة اللي فاتت؟ أخذنا المرة اللي فاتت بشكل عام على السريع، أخذنا الجراوند بيمز، الجراوند فلور، والكولوم أكسس، وشوية من البرينتينج تكنيكس. حكينا عن الجراوند بيمز وعرفنا كيف نرسمها، تمام، وعرفنا كيف بدنا إيش المعايير اللي إحنا بنحط من خلالها الجراوند بيمز. وقلنا إيش الفائدة تبعتها، شو الفانكشن تبعت الجراوند بيم. بعدين قلنا إيش المقطع الخرساني اللي إحنا بنستعمله للجراوند بيمز، وكمان شو الحديد اللي إحنا بنحطه للجراوند بيمز، تمام. بعد هيك حكينا عن الجراوند فلور واللي هي المادة الأرضية إحنا بنسميها، وقلنا هذه المادة الأرضية كيف بدنا ننفذها، إيش الحديد اللي إحنا بنستعمله فيها، قديش سمكها، إيش مقطع الخرسانة اللي إحنا بنستعمله فيها، طب شو الفانكشن تبعها. وقلنا إنه الفانكشن تبع الجراوند فلور إنه بيحمل اللايف لود، وإنه كمان بقلل الديفرنشال سيتلمنت، أو حكينا عن السيتلمنت برضو تكلمنا عليه. بعدين تعرفنا كيف نرسم الكولوم أكسس اللي هي الشابلونة، وعرفنا كيف نرسمها بشكل سريع، يعني خلال 5 دقائق نرسمها على السريع، كيف ننقل المحاور ونرسم الشابلونة باستخدام الأعمدة المعدلة، لأنه لازم نعدل الأعمدة، نرسم الجراوند بيمز، نرسم الجراوند فلور، ونرسم الكولوم أكسس على الأعمدة المعدلة. بعد هيك تكلمنا في برينتينج تكنيكس، وشفنا كيف بدنا نعمل مونوكروم خاص فينا، نبدل الألوان اللي احنا بدنا نطلعها، كيف بدنا نطلع ألوان احنا مثلا أصفر بدي ينطبع أخضر، أصفر بدي ينطبع أسود، أنا اللي بدي إياه بختاره، كيف بدي أعمل مونوكروم لحالي أصير أختاره وأنا أشتغل عليه، كيف بدي أخرج الرسمات في حال أنا بدي أخرجها، كيف بدي أتحكم في الكالرز وكل هذا الكلام. وتفرجنا على التمبلت اللي موجود معنا يا شباب اللي نزلنا لكم إياه. بعد هيك اعطيناكم هوم ورك او اساينمنت 6 اللي هو عباره عن رسمتين. الرسمه الاولى هي كولوم اكسس دروينج، يعني بتاخذ الاعمده المعدله اللي انت اشتغلتها وخلصتها وعملت لها ديزاين وترسم لها ايش، محاور اعمده كولوم اكسس. هذا واحد. ثاني شغله بدنا نرسم جراوند بيمز، جراوند بيمز مع الفلور، مع الجراوند فلور، يعني رسمه اوتوكاد زي ما وضحنا كيف نرسم الجراوند بيمز وايش مقطع الخرسانه اللي هنستعمله والفرشات وما الفرشات وكل هذا الكلام. هذا بشكل عام شو احنا اخذنا المرة السابقة. فتفضلوا يا شباب، هل جيتا اللي عنده سؤال اقول كيف شايف الشغل بشكل عام؟ تمام، لا لا بشكل عام تمام، يعني بس في يمكن الحيطة اللي ما فيش تحتيها حزام، وانا حكيت لك انه احنا يفضل يا شباب، يفضل انه كل حيطة يكون تحتيها حزام، هذا يفضل، تمام. هي حيطة 10، هي صغيرة. اوكي، لكن يفضل، انا بحكي يفضل، لكن انت احيانا بتضطر انه خلص، يعني مش مضطر اعمل حزام، بس في عندك حزامات انا هان شايفها ممتدة وواقفة هنا، شو هدول؟ وين؟ ايوه انت حاط السهم انت وين رحت؟ لا ارجع، وين كنت حاط السهم؟ في هاي؟ شو هذا؟ هو هذا بيت الدرج، ما عرفتش ايش اعمل، امد هنا حزام ثاني؟ ما ينفعش هيك، انت معلق الحزام في الشارع هيك طاير هيك، لازم تمده للاخر للحزام اللي قباله وتعمل له مخدة مثلا، هاي حل. ممكن احط واحد هيك بالعرض؟ بدك تحط واحد بالعرض، بدك تعمل مخدتين تحتيهم، بس يعني مش مفضل الاشي هذا، قمله للاخر وبتعمل مخدات لأيوة عندك هان بالضبط. امده هان، يعني هان حتيجي المخدات. والتنتين، مخدتين جنب بعض، بس اعتقد المسافه هتكون صغيره، يعني اقل من متر. اذا اقل من 60 سم ما مش قصه، ما مش ضروري تعمل مخده، اذا اكثر من 60 سم حاول تعمل. في عندي مسافات 70 مثلا، يعني زي هان مثلا 70، مش قصه، بس يفضل تعمل، يعني انت مش خسران شيء من جيبتك، حط لك مخده مش قصه، يعني عادي يكون كتار مش قصة. لا لا عادي عادي، أساسا مقطع خرساني صغير مش مستاهل يعني، وبالعكس بقوي الطابق، بخليه يتحمل أكتر وبطل فيه يصير هبوط بعد هيك، وإحنا حكينا بنقلل إحنا الديفرنشال ستلمنت، يعني فبيسوي لك، يعني هذه من ضمن الحلول، وطبعا يعني رخيص مش هالقصة، يعني قديش 50 × 50 × 25 مش إشي يعني. تمام، هان انا عملت ازاحه للحزام عن الحيط شويه، مش مشكله. مش مشكله، ما قلنا لكم هو يفضل بشده انه يكون كل تحت حيطه يكون في حزام، ولكن الاولويه لايش؟ الاولويه لل
للأعمدة العمود. ترتبط مع بعض. هذا الأولوية بدنا نحط في بالنا. يعني العمود من أي طرف كان ممسوك بيمشي ما بيمشي الحال، المهم يكون ممسوك بالضبط. طيب هان أحط حزام ولا فيش داعي؟ بدك تحط حط، يعني هذا برجع لك عادي فيش مشكلة. حطيت هيك حطيت، ما حطيتش برضو مش كتير لأنها 10 صغيرة يعني، مش هي صغيرة تقريبا مش يعني مش إشي. بعتقد حمام يمكن هناك إنه كاين ولا شو هاد، المهم. طيب إيش في كمان؟ خلص تمام هيك. مين بس مهندس بدي أوريك شغلة بس. شوف الطرفين الأرضي والمتكرر. يعني المتكرر هاي الأرضي. يعني هو تقريبا نفس المسقط مع فرق بسيط اللي هو هاي الجزئية. يعني أعتقد إنه هو طالع زيادة. الفتحة يعني هو الأرض بده يكون طارد أكثر من المتكرر ولا العكس؟ لا هي لقيت مسقط الطابق الأرضي تمام مفتوح، شايف انت الفتحة اللي فوق هذه، هاي وهاي اللي فوق ايوه هذه، ايوه هذه الفتحة، هذه في الطابق الأرضي لقيتها فوق، هو معوضها بالطابق يعني اللي تحت مساحته أقل من اللي فوق، اللي فوق معوضها، هي مسكرة شايف؟ مسكرها لأنه عامل أعتقد يمكن عامل بلكونة هان ولا لأ، شو هذا؟ لا هاي يعني مستغلها بالحمام، هو عامل هنا حمام فهو مسكره، يعني الطبق اللي فوق اكبر من الطبق اللي تحت، هذا طبيعي يعني هيك بصير انه اللي فوق بنعمل طاير بنزود لبرا. بس انا لما صممت العمل اشتغلت على هذا المسقط خلص يعني على الارضي انت اخذت مع هلقيتها، شوف ما هلقيتها انت بتصمم الارضي تمام، مش انت قسمت هذا مساحات واشتغلت عليه صحيح. هذا الأرضي. طيب المتكرر الثاني هلقيتها أنت في اثنين بصير عندك، بصير عندك سقفين، سقف أرضي وسقف متكرر، بدك تاخذ في بالك يعني هذا مختلف، الثاني مختلف عن الأولاني. احنا لما اشتغلنا سقف واحد باللي احنا اشتغلنا سقف واحد عشان احنا قاعدين بنشتغل مثال، لكن انت لما بدك تشتغل الارض لحاله والمتكرر حيكون لحاله، فهمت علي كيف؟ تمام. بس مش هالفرق الكبير يعني حتى توزيع الاعمده نفس التوزيع، ما لازم يكون نفس التوزيع، الفرق بس يمكن في المساحه هذه اللي راحت، يمكن حتلاقي فرق في المساحه بس، يعني مش هالاختلاف الكبير. بس مخططات تانية ممكن تلاقي اختلاف، ممكن تلاقي اختلاف بسيط يعني يصير في اللي فوق في طاير بزيادة وبالتالي مساحته هتزيد شوية، ففي اختلاف بسيط يعني بصير بين التنين. أنا اشتغلت على المتكرر يعني لما أخذت المتكرر وخلص. ممتاز وخلص وريحت حالك يعني لأن مساحته أكبر حتكون، فقلت خلص أريح لك أريح. هو المتكرر هذا هي بالضبط هيك أريح. خلص تمام فيش مشاكل ان شاء الله بدي اكمل قبل. تمام شباب مين حدا تاني عنده سؤال؟ هاي العدد كويس هيك 20 واحد كويس. شباب مين عنده سؤال؟ ما حدش يعني يخجل انه يسال. يا محمد لسه شوي شفناها قول دقيقه بس على انا استوعب الجهاز شوي. في الحين الحزام احنا شايف العمدان كل المرصوصات جنب بعض، في عندي يمكن 11 فرش، مش مشكلة عدد الفرشات مد معاه، مش قصة جاي لسه ما وصلش الماوس عندي. الحين في على الجنب اذا شايف انت شايف زي الطاير على الجنب، شايف فين؟ وين على الجنب؟ فوق 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 وتحت، شايف زي الطاير. طب ليش ما ديدهم هذول؟ هذول بداية البيت. كيف بداية البيت؟ مش فاهم داي بس عشان اشتمسك الناس. طب وعشرد هاي البيت هاي شايفه وين العمود وقع؟ مش قاعد انا على الطرف، العمود مش على الطرف. فصار يعني. شايف كيف انا بقول لك فيه انت في انت متأكد هذا مخطط الدور الارضي؟ هاي نرجع للمخطط. القواس هذي علوية هذي. هاي المخطط هذا الدور الاول. ما هو اصبر شوي بس احمل يعني انت هذا تبعك تعبان. هاي وصل عندك؟
لسه ما وصلش. يوصل خلاص. مبين يعني. فهو مددها بزياده لبرا، بده يستغل عملها زي كانها طاير يعني. هذا البيت من قدام يعني، العمود الداخل لجوه مش حاطه على الجانب. طب يعني. طب فيش سكشن، اعطيني سكشن في ال يعني سكشن روعة سكشن بي بي مثلا. يعني هذا ممدود على الجناب. ايوه عشان هيك قلت لك يعني في شغل كثير يعني. انزل تحت شوي بالله على السكشن اللي بعده، السكشن اللي قبله. قصدي يعني هو لقيته. شوف هو بس الفكرة انه منسوب الشارع كويس، منسوب الشارع هو مش باني على منسوب الصفر، هو عامل درج وباني على منسوب اعلى، معلي المنسوب شوية. تمام. فالجراوند الجراوند اللي احنا بنحكي عنها قاعدين راح تكون على اللي فوق يعني، سيبك من اللي تحت انت يعني ارفع الاول شيء بتاعت على الاعمده يعني. ليش؟ لانه الاعمده بتبلش من وين؟ لا يعني هذا حتروح وهذا حتروح بس. ما بيلزمش. ليش؟ لانه افهم علي هذول اللي على الجناب هذول زي مادات، ماده يعني ماده موجوده هذه في الشارع مش له يعني، مش للدار. فهمت علي؟ يعني هو عامل مادة على الجانب، مادة على الجانب، وبعدين هو باني أعلى من منسوب الشارع. فأنت حزم الأعمدة تبعتك راح تبدأ من هان، فأنت خد على كف الأعمدة يعني على كف العمود من هنا يعني على كف الأعمدة. طيب الحين في برضو في الجسمه في الجسمه في الشبلونة. نفس القصة، أنت بدك تبدأ من كف العمدان، كف العمود يعني. كف... من هنا مش من هنا. لا كف العمدان اشتغل، الصفر عند كف العمدان. بس عدلها مش... يعني طلعها لفوق شوية بس. يعني هذا الغيها برضو واللي فوقها بتلزمش، انت بتشتغل على كف العمدان يعني كف عمدان. طب ما هو البنا لازم يعني مش هيبعد متر يعني لبرا البيت يعني. ليش ما توفرش؟ ليش؟ لانه هذه شغلات موجودة تحت الارض. قديش انت بتعطي بعدين الحزام كل قضيته قديش؟ 40 في 20 في 40 25 في 40، مش هالتكلفه الكبيره. فما توفر في الشغلات اللي موجوده تحت الارض. ليش؟ لانه انت بتعرفش هذا زمن، وانت كل ما كانت اساساتك اقوى، كل ما كنت انت يعني عامل باعتبارك الديفرنشال سيتلمنت اكثر، لانه هذا الشيء بصير مع الزمن يعني. انت مش اول ما تبني راح يصير في تشريخ في الحيطان، لا، بين الدار فل الفل وما شاء الله عليها، ولكن بعد فترة مثلا 5 سنين 10 سنين بتلاقي الدار بدأت تشرخ، وبدأت الحيطان تبطل يمسك عليها الدهان، وصير غلبك في التشطيب، وهذا اللي هذه بتصير عندك معاناة كبيرة جدا. فبالتالي ما توفرش في الأشياء اللي تحت الأرض يعني. غالبا لما أنت بدك تشتغل ما توفرش في الأشياء اللي تحت الأرض، حاول أن أنت تكون يعني أوكي ضمن الرينج، ولكن مش لا بزياده كتير يعني، احنا بنحكيش برضه بزياده كتير، ولكن بدك تكون متوسط، ما تنزلش عن هيك في الاشياء الخاصه، الاشياء اللي تحت الارض، الحزامات الارضيه، القواعد، في عزل القواعد. في ناس كتير بيهتموش بالكلام هذا. اتفضل يا سليمان. دقيقه بس باشمهندس، شير سكرين بالدعم. عملت. يلا قول. شايفا هذا الاعمده لازمها حزام ولا هيك مربوط صح اتجاه عمودي؟ لا هيك تمام يعني، ممتازة. برضو انت ممكن اذا بدك تعمل تمد لحزامه وتميله شوية يعني، ما فيش مشكلة، بس هيك كويسة. ماشي، مرتبة رسمتك ما شاء الله عليك. خلص تمام، انا بس سيل بدي اياه. تمام. في طاهر بيحكي لنا يا شباب، بيحكي لنا انه شرحنا قبل هيك موضوع اللي اون، خلينا اعملكم شير سكرين عشانه موضوع اللي ايزو. لما بدنا نشتغل لي ايزو وتلاقي الطبقات كلها قفلت كويس، فبدنا نحكي في هذا الموضوع. يا طاهر مش هيك قصدك اللي اون؟
بفتح وبعمل وما برضاش يرجع يفتح ال ما هو كلهم. هذا اللي قصدك فيه. بضطر افتحهم كلهم يدوي. ثائر انت صح؟ عشان ما تخربطش. ثائر. كويس. هل قد اعمل شير سكرين وركزوا معايا بدي اعيدها كمان مرة. طيب شباب ركزوا معايا هان. لو اجيت انا بدي اعمل لي ايزو مثلا. نطلع هان بنلاقي في شيء اجاني هانا سيتنج شايفه يا يا ثائر في عندي هان سيتنجز. لو ضغطت عليها بتلاقي اجالك ايش انتر ستارتنج او سيتنج فور لاير نوت ايزوليتد. يعني بدك تختار ايش تعمل في اللاير اللي انت بدك تحددها. انا والله مختار اوف اللي هو ديفولت انا عامل اوف. لكن انت طبيعيا ديفولت في البرنامج قبل ما تغيرها بتكون هي لوك اند فيد ومعمول لها لوك اند فيد 50 او اي رقم يعني 50%. لو حددت الطبقه مثلا هاي حددت طبقه الكلام هذه وضغطت زي هيك بالزر اليمين لاحظ انت ايش الطبقه هذه خلى لي اياها شغاله وباقي الطبقات مش طفاها لا خلاها موجوده هاي لاحظ انها موجوده لكن ايش سوى عمل فيها فيد تمام واقفلها لو اني جيت فتحت هنا هتلاقيه قفلهم شايفهم ما انت يا ثائر معك طيب عشان انا افتحهم مش بس بروح على layer properties بختار واحدة منهم تمام وبنزل تحت هاي بضغط على الاولى عشان تحددهم كلهم تمام بضغط كنترول A بحدد لي كل الطبقات بفتح قفل وبسكره استنى شوي هاي كنترول A بس معلق الجهاز تمام هاي فتحوا كلهم مع بعض بدل ما تفتحهم واحدة واحدة فاهم علي تمام طيب بس انت عشان تتجنب الشغلة هذه تمام هاي بدنا نعمل لي اون نرجع هنا نقول لي ايزو ونقول له settings نروح على off بدي اياها off وبضغط كمان off اختار هلقيتها مثلا بدي الجراوند طلع اخفال الباقي ما عمليش فيل تمام بدي ارجعهم بعمل lay on تمام بشمهندس lay on برجع كل شيء وخلص ريح راسك شكرا العفو بشمهندس بعد select all بتضغط بتفتح القفل لوحده وخلاص بس تفتح قفل لوحده بفتح كله تمام طيب مين عنده سؤال سليمان او احمد خالد باشمهندس يعطيك العافيه الله يعافيك بس شوي بالنسبه للشو اسمه الاكس والواي بنحطه على عمود بالضبط ولا على هذا الحدود اللي برا قلت لك على كف العمدان يعني هنا نحط صح هذين انا مش شايف السكرين متجاي عندي متجاية ما جاش عندك لسه لا النت شكله ضعيف عندك يعني على خلاص زمان على كف مالي. على كف العمدان على كف العمدان وين كف العمدان الصفر وصفر وين كف العمود مع كف العمود الثاني يعني راسي وافقي بتحط الاكس والواي تبعتك خلاص تمام شكرا باشمهندس ممتاز العفو في حدا تاني يا شباب عنده سؤال اي سؤال يا شباب ما حدش يخجل عادي اسألوا احنا انا قاعدين بدنا نجاوب على اسئلتكم عشان اذا فيش اسئلة المحاضرة خلصت تضايلها دقيقتين بتخلص اذا ما فيش اي اسئلة ما نبداش محاضرة جديدة اذا حدا عنده سؤال ما فيش عندنا مشكلة نبدأ واحدة جديدة في حدا عنده سؤال يا شباب طيب تمام ايش مهندس سليمان إذ لما اعمل كوبي لشغلة كوبي لشغله بدي اعملها مالتيبل في زر معين اظن شيفت او ايش كيف مالتيبل يعني تيجي تعمل كوبي مثلا لشغله هندسه لما اعمل كوبي لشغله وبضل انسخ فيها اكثر من واحد لبعض تمام في اختصار اضغطه مع الامر اظن مش اختصار لو ده هي عندي هي الشير سكرين اعمل كوبي لهاي مثلا ممكن تعملها array يعني انت قصدك عن الاراي يمكن
بعمل array مثلا وبقول له والله number of items in array مثلا بدي 5 خلاص بنسخ لي 5 وحدات جنب بعض مثلا تمام لانه طبيعي انت هاي كوبي الكوبي معك بضله ماسك يعني ما بطفيش فاهم علي لكن اذا قصدك على الاري انت بتحدد عدد العناصر اللي انت بدك اياها اي عنصر هاي مثلا بدي اعمل كوبي لهذا العنصر باخده وبقول له اري اعمل لي اياه كمان 6 وحدات زيه بحطهم بس ممكن طبعا تعدل الابعاد هذه البعد ما بين الاشياء يعني انت حر طيب